اخويا احنا المشاكل كنعانيو من سنوات، حنا ما لا استفاده لا والو، حنا الناس مضرورين صراحه، ماشي انا طبقه ديال الناس عندهم وليدات عندهم كرا عندهم مسؤوليه، وملي كتجي عندهم ملي كيجي السلطه كتدينا رزقنا كله، يعني ما كاينش شي بديل دابا حاليا. الناس استافدت كاع ما عمرها بعدو شات، واليوم حنا ما عندناش والله الا مرضنا في انفوس ديالنا. واه مشى ليا راه مشى ليا وتضررت، راه مريض راه 3 ايام والله نوريك الدواء كاع ديالي، هاو اقسم بالله هو في جيبي، ها هو والله ما نكذب عليك، ها هو نوريك واحد البواطه صغيره ديال هازه معايا ديال اش ديال المصران، يعني المصران ديالي ولا عندي فيه العصب من كثرة الضغوطات النفسيه علينا، ولينا مراد ما بقيناش كنقدو نتسوقوا ولا نعيشوا لوليداتنا والو. اقسم بالله الا كنقول واضح لا هو نافق، كنقول شي حاجه اللي هي كاينه. اخويا اللي كان عندي كنعاني هو عشت في السوق هنا شحال من عام، من نهار عقلت انا في السوق، كبرت في السوق عدة سنوات من من من, من, من هذا السوق هذا، ودابا ما سابت ما والو، كنخرج كندير كارطه كيدوا ليا، كيدوا عامرة العاخاوية جديدة يلاه صايبتها داوها ليا، ما عنديش حتى حتى وظيفة اللي نكون بها وشي حاجة، من السوق انا كنضب على راسي، من هنا كنعيش، ما عندي فين، خرجت في السوق، خرجت بلاصتي ما عطاوهاش ليا، قال لي كتب في السجن، دابا انا كندور هنا ما كندير حتى حاجة، كنضل ندور والو. ما مستافد حتى حاجه، عباد الله كتشوف ما حتى حاجه مستافد، كنبيع ونشري باش كنضل نتقوت ونضب على راسي، ما عنديش ني بيغ ني مير، ما عنديش انا. ونطالب انا عطوني عا بلاصه فين نبيع ونشري، ما يبقاش يديروا لي يحيحوا علينا ويجريوا علينا بحال ما عافين عافين نعيشوا، انا ما عندي لا راجل لا والو اللي خدام عليا، وكل نهار رزقوا لي نهار 800 نهار 1000 ريال نهار ما كاين والو، هذا من يجري علينا هذه السيمانه ما صورنا حتى ريال، عايش انا ووليداتي بداك الشيء اللي عطانا، ما كنعيشوش بشي حاجه واعره ولا داك الشيء القسم لا كنعيشوا فيه، نجيبوا داك الشيء اللي على قدنا ما كنجيبوش شي حاجه اللي كثر من جهدنا. اخويا معانا حنا كنبيعوا كنشريوا في الحوش، واش نقول لك ما شفنا حتى شي تغيير، كيقول لك غنعطيوك البلايص غنديروا لك محلاش ما كاين والو، فهمتيني معانا ديالنا بزاف كاع بلاد ما لاقاش ما ياكل السرير ولا واصل 400 500، والشباب شي ياكل هذا ما عندهم ما ياكل اخويا، تماشيني خاص تغيير خاص بزاف تعاود تعاود في هذه البلاد، ماد مسكين مضرور ما كاينش، ماش نقول لك لا اله الا الله، كنطالب انه يسولنا الوضعيه ديالنا ويديروا لنا حقوق حنا ديالنا ويقادوا لنا شي مارشي حنا فاش نبيعوا ونشريوا، فهمتيني باش يديروا الفرزيه شي يعطيها وشي ما يعطيهاش، فهمتيني كاين فرزيات بزاف باك صاحبي قالت لا شي اخويا كلشي بحالك، صورتي ما صورتش بشي بحالاش، لا ما كافياش اخويا ما كافياش، فهمتيني ما كورونا فهمتيني ما اصلا ما كافياش اصلا، فهمتيني ولكن ما كورونا اش نديرو؟ غنصبر واش نديرو؟ معاناه اللي تنعانيو من هاد الكروسه، انا الحمد لله خلقنا الله برزقنا، ولكن الناس قطعوا شهرين ديال الحبس صافتني وعندي 4 البنيات، كانت عندي الطونوبيل دابا اصبح عندي موطور، تنعاني من هذاك القيد وتضروا الناس هنا تديوا لهم رزقهم، تيمشي لي رزقي وما مستافدش في هذاك الاستفاده اللي عطاو للوليدات، انا والد 4 ما عطانيش انا اخدي من نبيل سميتي، والد 4 ما جاتني حتى شي حاجه، دفعت بلا كارت ما عنديش الراميد، ولكن هذاك القيد باش انسان يدي لي سلعته ويصيفطو للسجن، هذا الشيء ماشي جون حق، هذا الشيء ما فيش الحبس، هذا تنبيعو نشريو في الحلال، هذا الشيء مخلص علينا 10 تنشريو من المارشي، نمشيو حاربوا درب غلف اللي فيه المواد الغذائيه كوتربون الفرماج احمر طون، هذاك الشيء اللي تدخل كوتربون، اما هذا الشيء مخلصه فيه الدوله العشر ديالها، حنا ما تنبيعوش شي حاجه ممنوعه. الناس هذو حنا مكرفسين بغيناهم يديروا معنا شي حل، السلطات حنا مكرفسين وكنجمعوا قبل الوقت وكتمشي لنا سلعتنا، والعموم كله مضرورين هاد الناس هذو، ماشي انا اللي مضرور، كل شيء هاد الناس وهاد كل شيء مسخسخ كل شيء مسخسخ، وحنا بغيناهم يديروا معنا شي حل في اقرب وقت، حنا كنضيعوا لا حنا لا ولادنا لا ديورنا لا العائلات ديالنا، حنا راه ما مشي ضد السلطات، حنا بغيناهم يديروا معنا شي حل، بحال هاد المرأة هادي كبيرة كتجري على وليداتها، عندها جوج ديال الوليدات وكارية وكارية، وعندك السيدة هادي تا هي كابي ما عندي عينين ما عندي صحة ما سطع لا ما رقد، الولاد راه كله بوليدات وأنا مريضة ما سطع علاش، بغينا شي حل ما يجريوش علينا وما يكرفصوناش، حنا ما حناش ضد المخزن ولا ضد الحكومة، هادشي اللي بغينا وليدي، الله يحيد علينا المرض ويحيد علينا هاد الفيروس.